سلام يه بالج تيوب نو بزاريو بالج تيوب تاكمو يه كررون كفل يه پيدال زنگ گت من نبر بوالي فو كفل يه جرسنو باهم دمو پيدال مغازوننا بزنگ بكول اللون پيدال بمكتم فرينشيرا بمكتم اندان دنو بروچنا سيه چوالي ابراچو يند تونو سكاب بزاچو باك بروتنو يه هاي أسد سكوتر يه بيدال مغازنو نسوهنو قلم تريشتو بطنو نجي ترسو اچو منم مالونو سون بزاين يو بكل دمتت كي قلب جلا سايش چو وزين يو بكل بقاني براجن مالتنو مغاز بقاني براجن لارغان دارو سرارة كتر مفتوحة واي ولكن هناك زنجرات يقولون ان 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 ደግሞ ያኛውም እንትን ተቃራኒ ነው ሆነ ያለባችሁ ፔዳሎቹ ስለሆነ እንደዚህ እንዳንገጥሞ ለማሳየት ነው ሞክር ይሄው እዚህ ጋር ልክ አይደለም ትክክለኛው ቆርጥ ይሄ ነው ማለት ነው ካስገባን በኋላ ትንሽ ለማድረሻ መታ በማለት ባዶችንም ማሰር ነው ይቀራል በቀጣይ ደግሞ فرينجي እንደዚህ እንደገባ እናረጋታለን ስፕሪንግዋል ከዛ በዚህኛው በኩል በዚህ እንደዚህ ቸንቀ አድርገን እቺ እቺን እንደምታዩት የሳይክላችን 3 ቀዳዳዎች አሉ ታችኛይቱ ላይ ብናረጋት የተሻለ ነው
سرقة الرادونات عندنا دوب زياقنا الويم علن كيف بيبرو مفتش تسرى نورا جوا سرقة الر مفتش سرقة المفتش شراون كيلتن دزي استيقاكنا استيز من عم نارك يطلع دوزي تقارا نبك ليلونا نكتمو لفي توقرم هنا نونا من دوزي ما ملس مشال اللبت قال ملسة شجرة اللبت مالتنا كذا زي كابو بمايز بيفت مرون كجرة سنبوها لا كابو بمايز فرين جيت نمي سارا بكتا يكو فلا سايا شوالو اهم بكاتينا نكتا لنا يزارم فيديو اشتنا نجرة سالة كاتي نوت نشار جت تبلو البيجي شوالو كجت منو بهلا زيت نقدر نارك بطلة جمري النفطة توسكي إذا بدو تي تبغو تتنبهر تجدم دم تملك توت زيت هذا لا تناتل نات كونجونا لا تشير جنوم يتنا دسير ميلك كنا غيرنا سيكلو أنم تنا ناد ከመጋዙ በኋላ እቺ ተንጠልጣይ እዚህ ትቀበላለች። ترى بارجيس كلا سايجتشو كازيش متاتش بوزي بلا بوزي مازورا كازي متاتش بوزي بلا بوزي بلا بسيرنا اسكاتون اطفا اسكاتون تاتفنا زورا زيجكا مدالج كازيجا مجازينو ومجازين بزيان بزورا اللي اتنا شوهنا اللي شو انتطلع اللي مالكو እዛ ጨረሰ ካቴና መወጠር ማለት ነው። ቀጥዬ ላሳያችሁ
በስተመጨረሻም እንደምትመለከቱት ገጥም ያጣለው ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር ተንጠልጣዩ እንደዚህ ዙሮ ብናላ ስለሆነ ካቴና ቀነስ አይፈልጋል ማለት ነው። እንደዚህ መሆን ያለበት ተንጠልጣዩ ማለት ነው። ካልሆነ እንደዚህ ከሆነ ይወለቅ ያስቸግረናል። ረግቧል ካቴናችንም ስለሆነ ቀንሼ እጨርሳለሁ ማለት ነው። ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ቀላል ነው። እዚህ ጋር ለመቀነስ እዚህ ጋር እንከፍታለን፣ ቺን እናወልቃታለን። ከዛ እዚህ ድረስ በፈለግነው መጠን ያሉትን ካቴኖች አስወግደን አገናኝተን እንደቀድሞ መግጠም ነው። በጣም ቀላል ነው። አሁን እንደምትመለከቷት ይሄው ካቴናው ተወጥሯል። በነገራችን ላይ ሁለተኛ ማርች ላይ አድርጌው ነው እዚህ ጋር ሁለተኛው መጋዝ ላይ አድርጌው ነው። ዝቅ ማድረግም ብንፈልግ ዝቅ አድርጌ ላሳያችሁ። ይሄው መጀመሪያው አጥርስ ላይ ያረኳት ነው ትንሿ ላይ። እንደዛም ሆኖ ግን እንደምታዩት እንደዚህ መሆን አለበት፣ ካልሆነ ካቴና እየወለቀ ያስቸግራል። ይሄው አሁን በምታዩት ያት በጣም ኢዚ ናት። ያት ያት በቀጣዩ ቪዲዮ ደግሞ ኮርቻ ፍሬንና መሪ በማስተካከል እዚህን ሳይክል የምጨርሸውን ቪዲዮ አድርጌ ልሰራላችሁ እወዳለሁኝ። እስከዛው ሰላም 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 ቆዩልኝ።